بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، أيها الأحبة في الله، متابعي قناة أخابير، مرحبا بكم في هذا الدرس الآخر من دروس شهر رمضان الفضيل، نخصصه للحديث عن عبادة قلبية من شعب الإيمان التي اختص الله تعالى بها عباده المصطفين، ألا وهي عبادة الشكر. كيف يشكر المسلم ربه في هذا الشهر المبارك الفضيل؟ لا بد من التنبيه أولا على أن هذه العبادة، عبادة الشكر، من مكارم الأخلاق وفواضل التقوى التي أمر الله تعالى بها، وغالبها مأخوذة ومشتقة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فعبادة الشكر مأخوذة من اسمه تعالى الشاكر والشكور، فإن الله تعالى وصف نفسه بالصفات الحسنى والأسماء المباركة العليا، وأمر عباده بالتخلق بها. ولذلك لا بد من استحضار معنى الشكر في البداية. فالشكر في لغة العرب يطلق على ظهور أثر النعمة على العبد، يقال دابة شكور، أي تظهر عليها أثر النعمة بسرعة. فالدابة الشكور عند العرب هي تلك الدابة التي تأكل قليلا وتسمن كثيرا، فيظهر عليها أثر النعمة أكثر مما أخذته. وكذلك عبادة الشكر هي إظهار أثر النعمة على العبد. والنعم من الله تعالى المنعم جل جلاله على العباد كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم المتتالية والمتواترة من الله تعالى على العباد تترى تنقسم إلى قسمين. يقول الحق تبارك وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومعنى الإسباغ أنها تغطيك من رأسك إلى أخمص قدميك، بحيث لا تترك منك أي شيء. فإذا تأمل العبد حوله لم يرى إلا نعما متوالية من الله تعالى عليه، حتى قال بعض الحكماء العارفين: الناس كلهم يظنون أنهم في مقام الصبر، ولكنهم حقيقة في مقام الشكر. فما من لحظة وما من نفس وما من طرفة إلا وأنت تتقلب في نعم الله تعالى عليك ظاهرة وباطنة، أدركتها أو لم تدركها. فأما النعم الظاهرة فنعم الصحة والعافية والهناء والزوجة والأولاد والمال والرزق وغيرها من النعم الظاهرة. وأما النعم الباطنة وهي التي حري بالمؤمن أن يتأمل فيها ويتدبر في معانيها، فهي نعمة التوحيد، نعمة الإسلام، نعمة التقوى، نعمة الاستقامة، نعمة معرفة الله عز وجل، وأن الإنسان له رب يأخذه بالذنب ويثيبه على الطاعة. إذن هذه نعمة عظيمة. ومن هذه النعم نعمة رمضان، أن يحييك الله تعالى حتى تدرك هذا الشهر الفضيل الذي هو موسم للخير، وفيه ليلة أعظم من ألف شهر، أي أن العمل فيها يدرك به المسلم أزيد من 80 سنة من التقرب والطاعة من الله تعالى. فكيف يشكر الإنسان ربه على هذا الفضل؟ أن وفقه لإدراك رمضان ولصيامه ولقيامه وللتوجه إلى الله تعالى فيه. فهذه نعمة عظيمة لا بد من شكرها وإظهار فضل الله تعالى فيها.
فكيف نشكر الله تعالى على نعمة رمضان وعلى نعمة الصيام؟ أولا بأن نمتثل ما أمرنا الله تعالى به في هذا الشهر من التقوى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أولا بأن لا نصوم صيام العموم والعامة من الناس وهو الصيام فقط عن شهوتي البطن والفرج، بل أن نصوم بسائر حواسنا، بأبصارنا، بأيدينا، بألسنتنا، بأرجلنا، بأن لا نصرفها إلا فيما يرضي الله تعالى وفيما يقرب منه، فيكون العبد في كل لحظة أولى بالوقت الذي هو فيه. فإن كان وقت صلاة كان في صلاة، إن كان وقت ذكر كان في الذكر، إن كان في وقت تفكر كان في التفكر، إن كان في وقت عمل عمل بإخلاص وبجدية وبدون غش، إن كان في أهله أدخل عليهم السرور وحظهم على التوجه إلى الله تعالى والتقرب إليه، فيكون داعيا إلى الله بحاله ومقاله. فأما بمقاله فأن يرشد وأن يتكلم في الخير، وأما بحاله فأن يرى فيه الناس أخلاق الصيام، أخلاق التقوى، أخلاق الاستقامة. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من الشكر هو أن لا يستقل الإنسان بهذه النعمة العظيمة، لأن من الشكر الاعتراف بالنعمة بعدم احتقارها والاستقلال منها، فيعظم أن الله تعالى أحياه حتى أدرك رمضان ووفقه لصيامه. وهنا نفتح قوسا لنقول إن بعض الناس حرمهم العذر، المرض كمرض السكري وغيره، ولم يسمح لهم الطبيب المعالج بالصيام، فهؤلاء يرون أنك أنت تفضلهم بهذه العبادة بأن خصك الله تعالى بأن قوى جسدك ووفقك لصيام رمضان. ولكن هؤلاء أيضا لا يفوتهم أن يدركوا أجر الصائمين وإن حرموا من الصوم. فالإنسان الذي يتشوق للصوم ولكن منعه المرض، عندما يفطر الصائم، عندما يتشوق لهذه العبادة، عندما يغبط غيره على الصيام، فإنه في صيام، لأنه لم يختر عدم الصيام، وإنما الله تعالى هو الذي أباح له الفطرة، وإنه يكون بذلك في عبادة أخرى وهي عبادة المحبة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه. وعندما أتى هذه الرخصة واستمع إلى ما ينفعه في صحته من عدم الصيام، فإنه اتبع أمر الله تعالى في الأخذ برخصة الصيام، فيحبه الله من هذه الحيثية، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فأنت أيها المسلم المريض الذي لا تستطيع الصيام محبوب من الله تعالى، لأنك تشرعت وأخذت الرخصة التي رخص الله تعالى لك فيها، فأنت من هذه الوجهة محبوب من الله تعالى، لأنك أخذت الرخصة وحافظت على هذه النفس التي هي أمانة من الله تعالى في عنقك وفي رقبتك. الباب الثالث من أبواب الشكر أن العبد لا يصرف جوارحه فيما يغضب المنعم، لأن من الشكر أن لا تعصي الله تعالى بنعمه. أعطاك الله نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الصحة، فإذا صرفتها في طاعة الله وفيما يرضيه سبحانه وتعالى فقد حققت الشكر. كما قال الإمام الجنيد عندما سئل عن معنى الشكر فقال: ألا تعصي الله تعالى بنعمه. فإذا اعترف العبد بنعمة الله تعالى بلسانه فهذا شكر، إذا أظهر هذه النعمة وقدرها فهذا شكر، إذا لم يستعملها فيما يغضب المنعم تبارك وتعالى فهذا من الشكر. فيكون شاكرا لله تعالى بلسانه وبجوارحه وبعلمه، أن يعلم أن هذه النعم كلها التي يتقلب فيها، وخصوصا النعم الباطنة من الله، إذا عرفت أن هذه النعمة من الله فقد شكرته تعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم بعد أن يفعل العبد كل هذا يرى نفسه مقصرا وعاجزا عن الشكر. ورد في بعض الأحاديث أن نبي الله داود عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك
وشكري لك نعمة منك وتوفيق يحتاج إلى شكر آخر. فقال الله عز وجل: يا داود الآن شكرتني، لأنه رأى نفسه عاجزا عن شكر المنعم تبارك وتعالى. وفعلا فإن الشكر إنما هو نعمة من الله تعالى علينا. من أين أرضيك إلا أن توفقني؟ هيهات هيهات، ما التوفيق من قبلي؟ إن لم يكن لي منك في الفضل سابقة فليس ينفعني قولي ولا عملي. فهنا الإنسان يرى أنه مستغرق في نعم الله، وأن الشكر حتى هو نعمة من عند الله تعالى على العبد، فيرى الإنسان نفسه عاجزا عن الشكر. فعندما يرى هذا العجز حقيقة فإنه يتحقق بخلق الشكر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين لأنعمه، المعترفين لله عز وجل بنعمه علينا، وأن لا يجعلنا من الكافرين لأنعمه. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمة التوفيق في رمضان، وأن يزيدنا من هذا الفضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارنا.